الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب النار التي كنتم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حسبك. اقرأ قوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر قمر بالفتح لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين حسبك وبارك الله فيك ظافر اقرأ قوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين حسبك اقرأ قول الله عز وجل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل حسبك بارك الله فيك أنا مرضي يا محمد أول ما أسير مرضي يا محمد أول قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إن الله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير حسبك اقرأي قول الله عز وجل
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن الذين كفروا ينادون حسبك وبارك الله فيك. حافظ معاوية سونا جاك مزونا اقرأي من سورة من أول سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون بصيرا. وتوكل إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم za mu kira naibinmu na Ahlus Sunna wal Jama'a chairman minister ya taimaka mana ruwa na Malam Khalid Umar Faruk na'am atakbir yanzu mun kai kan an ankabut al ankabut zuwa nas al ankabut zuwa nas na hudu daga cikin su Abdul Nasir Ali Maiga na hudu Abdul Nasir Ali Maiga Shine fourth an bai certificate da Qur'ani da t-shirt sanan da kudi 120 Ghana cedis 1.2 kudi da aka ba shi 1.2 Atakbir Na uku Hafiza Muawiya atakbir daga na take karatu na uku Hafiza Muawiya er wani makaranta ce kuma shi ko Atibobo o madalla Atibobo atakbir
Nam za kawo miki zandi bai jimawa kinji da erwa wanda ita ma aka manta zani ta masallaci za ja zo ku na biyu daga cikin su ɗan ankabut mace ce mardiya muhammad awwal a takbir mardiya muhammad awwal darul ulum ko kuma shi na biyu cikin ankabut ita ce na biyu ita ce na biyu cikin ankabut ita ma zanin ta na zuwa da t-shirt da qur'ani da kuri 4 million a takbir darul ulum kuma shi a takbir wanda yazo na farko daga cikin su sunan shi zafir mahmud a takbir zafir mahmud a takbir zafir mahmud aswat central a ina cikin hadisi ko second hadith first cikin qur'ani a takbir qur'ani da t-shirt da certificate da kudi million guda 8 million a takbir mun gode wa malam khalid sosai